السلام عليكم، كيفك سيدي مختار؟ سيدي انا عندي هاي فيها مشكلة، معطل، لغيتها لغي كامل، حطيت هاي ركبت هاي بدالها. امور السيارة هسه كويس، طيب ما شاء الله عليها، بس عندي هذا لغيته، الراجع من البخاخ. له تأثير، معطل خربان، ركبنا هذا بداله. ولغيتها هذا بيجي هون ملغي، هل له تأثير؟ هل بيساوي صرف ديزل؟ هل بيصير له تأثير على الموتور على البخاخ؟ سلامتك.